السيد رئيس الجمهورية. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تفضل. عيد الشرطة 71. بسم الله الرحمن الرحيم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يا رب لا ترضى علينا كبوة، إني عزيز شامخ لا أغلب. أنت الذي أكرمتنا ومن الأهوال نجيتنا، وجعلتنا للورى أمة لا تقهر. علامة النصر تعلو خريطتنا مدى الزمان حتى تنشر الصحف. يا مصر يا جنة الدنيا وتاج زمانها، استعنت دوما بالله، وهيهات هيهات من يستعن بالله أن يهزم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الجمع الكريم. هناك لحظات تبقى ماثلة ما بقي الزمن، كتلك التي نحياها اليوم في رحابكم، وأنتم تشاركون وزارة الداخلية احتفالها بذكرى واحدة من أروع ملاحم الاستبسال. سيظل شهداؤها من بين أعز الرجال، وستبقى ذكراهم تحمل لقيم الشجاعة والفداء كل الإجلال.